صباح الخير أو مساء الخير. حبيت أصور لكم شيء عن غش التجار، بعض التجار السوريين. هاي حلويات توصلنا على كندا، حورجيكم شو عاملين فيها السوريين. هلأ هون بين إنه عجوة، أقراص بعجوة بفستو عليه هون. شوفوا شكلهم هون، شوفوا شكلهم من هون. ما لها علاقة الشكل نهائيا ولا حبة فستق ولا شيء. هاي البرازق فتحناها امبارح، بس انه كلها مليانة يعني فستق من ورا، ما فيها ريحة الفستق. يعني كنا بعرف في عنا بعض المحلات او كتير محلات بتغش بالشام، بس هلا الحمد لله صاروا يصدروا لنا الغش لعنا وصرنا مشهورين اكثر. هذا بوابة دمشق، مشان نكون واضحين اكثر، هذا منتج من شركة بوابة دمشق او محل بوابة دمشق، بس منتج بتركيا باسطنبول. صنع في تركيا اسطنبول. يعني هدول اخواننا السوريين اللي طلعوا من دمشق وعملوا تجاره وعملوا اعمال وبزنس بتركيا، حبوا يصدروا لنا هالشيء هذا. للاسف يعني كمان هذا اسم انا بعرف انه كان بدمشق ما موجود، للاسف انه رمزه بوابه دمشق، احد رموز الشام هالبوابه هي، عم يضحكوا علينا بهالطريقه هي. مشان نكون حقانيين كمان، الطعمة مو سيئة أبدا، يعني في شوية جودة بالصنع برقة البرازي. العجوة مثل أي شيء بتشتروه من أي بسطة عادية، يعني مو محل محترم، لكن البرازي كويسة النوعية تبعها، لكن ما فيها ريحة الفستق والصور هي كلها كذب. والعجوة كمان مو محشية بهالطريقة هي أبدا، ولا معمولة بهالطريقة، معمولة بشكل قالب كتير بسيط. أتمنى من الناس إنه يفهموا إنه هذا البرودكت، أنا فيني هلأ رجعوا للسوبر ماركت، والسوبر ماركت اللي اشتريتها منه هون بكندا ممكن هن يفهموا إنه ما عاد بدنا ناخد من عندك، بس أنا بلاقي الطريقة أحسن إنه نحكي مع الجميع والناس تفهم هالكذبة هي. وأنتوا الحكم، شكراً.